هشام بن حمادي، رئيس جمعية أسود اليوسفية وكذلك مدير التقني الوطني ومسؤول على فن كونفوجيا والفضاء بالدول العربية والإفريقية. بالنسبة اليوم تنتواجدوا في ملعب كرة اليد التابع للمكتب الشرعي في فوسفات اللي فيه تحتضن الدورة الأولى لكأس محمد السادس الدولية لفنون الحرب الفيتنامية، وعرفت الحمد لله مشاركة عدة دول من منتخب بوركينا فاسو، منتخب تونس، منتخب موريتانيا ومنتخب الكوت ديفوار وكذلك المنتخب الوطني. الحمد لله اليوم راحنا في اليوم الثاني ديال هذا التظاهرة اللي غادي يعرف عدة منافسات في عدة أوزان ديال المنافسة وكذلك التقنية، وللإشارة بأن هذه الكأس هي النسخة الأولى اللي احتضنتها مدينة اليوسفية، وعلى يعني هي المدينة المحتضنة على صعيد المملكة. وبالنسبة لنا كان عندنا دعم الحمد لله من مكتب الشريف فوسفات، وكذلك كان عندنا دعم إداري من السلطات المحلية على رأسهم السيد العام للمدينة وكذلك المجلس الإقليمي. وبالنسبة لنا الحمد لله يعني راه الأمور غدا في أجواء حسنة، وبالنسبة كذلك هذه البطولة هي اللي فكرنا باش تكون في احتكاكات ديال كأس العالم مقبله اللي غادي يشاركوا فيها الأبطال ديالنا مدينة اليوسفية. عندنا 8 في المنتخب الوطني من مدينة اليوسفية غادي يشاركوا بطولة العالم لفنون الحرب الفيتنامية إن شاء الله في شهر غشت بدولة الفيتنام، وتنتمناو لهم التوفيق من هذا المنبر، وتنتمناو المساندة من كل من السلطات وكذلك من مكتب الشريف فوسفات اللي معودنا على الدعم ديالو ومن الساكنة إن شاء الله. من هذا المنبر تنرحبوا بجميع الضيوف وتنشكروا القناة اللي تتواجد معنا دابا.